هنروح دلوقتي نعرف مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 27 من الدوري المصري والجولة 28 المؤجلة من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. الاجتماع هيشهد تسلم مصر رسمياً الرئاسة المشتركة لأعمال المنتدى مع الاتحاد الأوروبي. النهاردة لجنة الانضباط بالكاف هتجتمع لبحث العقوبات المتوقعة على نادي الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. والترجي التونسي مهدد بعقوبات بسبب أعمال الشغب اللي حصلت خلال مواجهة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة. هيلتقي حرس الحدود مع طلائع الجيش الساعة 7، في نفس التوقيت هيلتقي المقاولين مع البنك الأهلي، والساعة 9:30 بالليل مباراة فيوتشر مع فاركو. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 28 المؤجلة من عمر المسابقة، هيلتقي فيها مانشستر يونايتد مع برايتون الساعة 10 بالليل.